السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله في تكملة درس التفسير، وهذا الدرس رقمه 24، وقد وقفت عند سورة الشرح. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة اسمها سورة الشرح، وهي مكية. هذه السورة مكية، وهذه السورة افتتح الله سبحانه وتعالى بأن بتفتح الله سبحانه وتعالى بتذكير نبيه عليه الصلاة والسلام بنعمه عليه، مقررا لها. فقال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني يا نبي الله. وهذا استفهام تقريري، ومعناه في قولها ألم نشرح لك صدرك استفهام تقريري، بمعنى قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني ذنبك، ورفعنا لك ذكرك، فإنما إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى قد استفتح هذه السورة العظيمة الجليلة بالاستفهام التقريري، وأن الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه عليه الصلاة والسلام نبيه بهذه النعم مقررا لها، حتى يداوم صلى الله عليه وسلم على شكر الله على هذه النعم. فقال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني ألم نوسع لك صدرك يا محمد عليك الصلاة والسلام، ونفتح صدرك للهدى والإيمان ومعرفة الحق والعمل به. ومن ذلك شق جبريل لصدرك وملؤه حكمة وإيمانا. في حادثة شق الصدر المشهورة، أن جبريل عليه الصلاة والسلام شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وملاه حكمة وإيمانا بأمر من الله تعالى. فقال سبحانه: ومن ذلك شق جبريل لصدرك وملؤه حكمة وإيمانا. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني ذنبك، يعني حططنا عنك إثمك وغفرنا لك ذنبك الذي أثقلك حمله، ورفعنا لك ذكرك يا نبي الله وأعلينا شأنك. والملاحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، فإذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله قيل أشهد أن محمد رسول الله إلى قيام الساعة في قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. ولا يعني ذلك أن يساوى نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق، لا يمكن أن يساوى بالله أبدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولكنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق على الإطلاق، فإذا ذكر الله ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ذلك المساواة. قال: وحططنا عنك إثمك وغفرنا لك ذنبك الذي أثقلك حمله، ورفعنا لك ذكرك وعلينا شأنك، عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى مسليا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ومبينا سنة من سننه، فقال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإنه مع الصعوبة والشدة سهولة وسعة وفرجا، إن مع الصعوبة والشدة سهولة وسعة وفرجا. ثم أمر الله نبيه بعدما أخبره أنه ما من عسير إلا بعده يسر بإذن الله، ولكن يحتاج الشخص إلى أن يصبر حتى ينفك هذا العسر فيصير يسرا.
ثم قال سبحانه وتعالى أو أمر سبحانه وتعالى بعد قوله إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، قال فإذا فرغت فانصب. أمره تعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإذا فرغت، يعني فإذا فرغت ثم أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادته، فقال فإذا فرغت من أشغالك الدنيوية والأخروية فاجتهد في العبادة والدعاء، واجعل رغبتك في جميع أعمالك وعباداتك من أجل إرضاء ربك وحده سبحانه وتعالى. إذن هذا هو ملخص إجمالي لتفسير هذه السورة الجليلة، سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك يا محمد؟ وبالمناسبة فإن الناس يتفقون، السلام، يتفقون في القديم والحديث، حتى ليس مسلمهم فقط وإنما حتى كافرهم هو يبحث ويسعى للسعادة وشرح الصدر. فأعظم سبب من أسباب شرح الصدر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال أعظم شيء يشرح الصدر التوحيد الخالص لله رب العالمين، وأضيق الناس صدرا هو المشرك بالله رب العالمين أو المبتدع، لأنه المشرك ما يدري من يرضي، تجد قلب هذا المشرك أو المبتدع بين شخصين، بين أصحاب القبور وبين رب العالمين، بخلاف المخلص الموحد لله رب العالمين تجد قلبه موحدا إلى الله رب العالمين، فتجد أشرح الناس صدرا. فابن القيم يقول إن أشرح الناس صدرا هو الموحد لله توحيدا خالصا لله رب العالمين. فأعظم سبب من أسباب شرح الصدر هو توحيد الله رب العالمين. والسبب الثاني من أسباب شرح الصدر إخراج دغل القلب من الحسد والضغينة والبغضة وغير ذلك من أمراض القلوب. وذكر ابن القيم أن من أسباب شرح الصدر أيضا الإحسان للخلق بالقول والفعل، فهذا من أسباب شرح الصدر. أيضا من أسباب شرح الصدر التركيز على نوافل العبادات، يعني مثلا نوافل الصيام، مثلا الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو مثلا عاشوراء أو مثلا غير ذلك من نوافل الصيام أو نوافل العبادات، مثل الوتر، مثلا المحافظة على نوافل العبادات، أيضا المحافظة مثلا على السنن الرواتب. فالمحافظة على نوافل العبادات سواء كانت صوما أو مثلا حجا أو عمرة مثلا أو صلاة، وكذلك من أسباب هذه من أسباب شرح الصدر. وكذلك من أسباب شرح الصدر أيضا أيها الأفاضل كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والله ثم والله سينشرح صدره، إذا أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فصدره قطعا سينشرح. أيضا من أسباب شرح الصدر أيها الإخوة أيضا ترك فضول الكلام في غير ما يفيد، وترك فضول المخالطة للناس في غير ما يفيد. الشخص إذا كان يعلم الناس أو يتعلم هذا ما في شيء، لكن يكثر من مخالطة الناس في أشياء ما لها فائدة، هذا من أسباب ضيق الصدر. فكثرة فضول الكلام وكثرة مخالطة الناس وفضول الطعام، يعني أن يأكل فوق حاجته، هذه وكل هذه الأشياء من أسباب ضيق الصدر. وهكذا من أسباب ضيق الصدر الظلم للناس، وكذلك كثرة الذنوب والمعاصي، ذكر ابن القيم مثل هذه الأشياء. ولا تظن أن شرح الصدر أمره بالهين. أول طلب طلبه موسى من ربه عند عليه الصلاة والسلام عندما طلب الله منه أن يذهب إلى فرعون، أول طلب قال رب اشرح لي صدري، يعني افسح لي صدري، اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكذلك الله تعالى قال أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من رب، نسأل الله لكم الأجر العظيم. وكذلك قال تعالى أفمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، نسأل الله لي ولكم الأجر العظيم. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما قال يصعد، أتى بصيغة المبغلة يصعد، يعني كأنه من ضيق الصدر يريد أن يخرج من الأرض متجها إلى العلو، يصعد في السماء من ضيق الصدر الذي فيه، يصعد في السماء وغير ذلك. فشرح الصدر أمره ليس بالهين. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه
فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم عاده بمكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا. إن محمدا قد قتل. فاستقبله وهو منتقع اللون. قال أنس رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. والحديث عند مسلم، معنى أنه حديث صحيح. هذا من ضمن التفاسير لقوله: لم نشرح لك صدرك، لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني ذنبك يا نبي الله، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ورفعنا لك ذكرك، أي ورفعنا ذكرك رفعة عظيمة يا محمد، فعلينا شأنك ونوهنا باسمك ونشرنا لك الثناء الحسن العالي تشريفا لك وتعظيما. وسيبقى اسمه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام. فالمؤذن كما تقدم دائما باليوم 5 مرات في اليوم والليل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإن مع العسر يسرا، أي فإن مع الصعوبة والشدة والضيق سهولة وسعة وفرجا، لكن يحتاج الأمر إلى أنك تصبر وتدعو الله وتكثر من الاستغفار وتتصدق على الفقراء والمساكين. فهذا من أسباب أن يفك الله، أن يفك الله سبحانه وتعالى عنك ما أنت فيه من الضيق. إن مع العسر يسرا، أي إن الشدة والضيق يصاحبها السهولة والرخاء، كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد عسر يسرا. فإياني وإياك أخي المبارك أن تيأس من روح الله، أو يصيبك الإحباط، أو يصيبك القنوط. لا بد أن تكون قويا بالله، وأن تحسن ظنك بالله. انظر إلى إحسان الظن، إحسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالله ظنهم. كم جلس يعقوب صلى الله عليه وسلم وهو لم ييأس في البحث عن ابنه يوسف صلى الله عليه وسلم، تقريبا أكثر من 30 سنة، حتى كان يقول: اذهبوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. بعض الناس مثلا إذا صابته مصيبة في ماله أو ولده أو في بدنه أو غير ذلك، يعني يشتد عليه الأمر وقنط وصار عنده إحباط ويأس. لا، لابد يكون في قوة بالله لرب العالمين، ويكون عندك حسن ظن بالله لرب العالمين. انظر إلى عائشة رضي الله عنها لما أحسنت ظنها بالله عندما اتهمها المنافق، عندما اتهمت بالإفك، ما الذي حصل لها لما صبرت؟ ماذا برأها الله من فوق 7 سماوات وأحسنت ظنها بالله، وتتلى فيها الآيات، آيات البراءة إلى قيام الساعة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. حتى كانت رضي الله عنها من تواضعها تقول: ما كنت أظن أن الله ينزل بي قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. هذا من حسن ظنها بالله رب العالمين. فالشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال الله، قال الله تعالى: أنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. إذا ظننت بالله خيرا أعطاك خيرا، إن ظننت بالله غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن في الصبر، اعلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والحديث هذا أخرجه من طرق الإمام أحمد واللافظ له والطبراني والحاكم، وصحه عبد الحق الإشبيلي والألباني في صحيح الجامع، وشعب النوط في تخريج المسند، وحسنه ابن حجر، والسخاوي في المقاصد الحسنة، وصح إسناد أحمد شاكر في تحقيق المسند. إذن فالحديث صحيح. فالله الله بالصبر أيها الأفاضل. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من كل ما كنت به مشتغلا من أمر دنياك وآخرتك فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك فارغب، يعني واجعل رغبتك إلى الله، فترجوه وحده وتسأله دون من سواه وتتوكل عليه لا على غيره. كما قال تعالى حاكاً عن قول أصحاب الجنة التي احترقت: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. نختم بالفوائد التي يستفاد فيها من هذه السورة الجليلة، سورة لم نشرح لك صدرك إلى آخره. قال الله تعالى: لم نشرح لك صدرك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكلام، كلام الله رب العالمين، في قوله تعالى: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، قال ابن القيم: شرح الله صدر رسوله عليه الصلاة والسلام أتم الشرح، ووضع عنه وزره كل الوضع، ورفع ذكره كل الرفع،
وجعل لأتباعي حظا من ذلك، إذ كل متبوع فلأتباعي حظ ونصيب من حظ متبوع في الخير والشر على حسب اتباعهم له. فأتبع الناس للنبي عليه الصلاة والسلام أشرحهم صدرا، نسأل الله عليه الفضل العظيم، وأوضعهم وزرا وأرفعهم ذكرا. وكلما قويت متابعته علما وعملا وحالا وجهادا قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها أشرح الناس صدرا وأرفعهم في العالمين ذكرا. وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه من في السماوات والأرض ودواب البر والبحر يستغفرون له عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور الثلاثة متلازمة كما أن أضدادها متلازمة، فالأوزار والخطايا تقبض الصدر وتضيقه وتخمل الذكر وتضعه، وكذلك ضيق الصدر يضع الذكر ويجلب الوزر، فما وقع أحد في الذنوب والأوزار إلا من ضيق صدره وعدم انشراحه. وكلما ازداد الصدر ضيقا كان أدعى إلى الذنوب والأوزار، لأن مرتكبها إنما يقصد بها شرح صدره ودفع ما هو فيه من الضيق والحرج. وإلا فلو اتسع بالتوحيد والإيمان ومحبة الله ومعرفته وانشرح بذلك لاستغنى عن شرحه بالأوزار. ولهذا أكثر من يواقع المحذور إنما يدفع به عن نفسه ما فيها من الهم والغم والضيق، وكثيرا ما تبرد شهوته وإرادته، ومع هذا يحرص على المعاودة تداويا منه بزعمه. وفي قوله تعالى وقال ابن القيم أيضا في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ختم السورة بهذين الأصلين وهما تجريد التوحيد وتجريد الطاعة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصب التفرغ للعبادة والطاعة، والرغبة إلى الله وحده تجريده توحيده. ومتى قام العبد بهذين الأصلين حصل له من شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به وبدل عسره يسرا. ثم سأل أحد العلماء سؤالا قال لماذا قال الله تعالى لم نشرح لك صدرك، لما لم يقول ألم نشرح لك قلبك؟ قالوا لأن محل الوسوسة هو الصدر، لأن الله قال الذي يوسوس في صدور الناس، وذكر أشياء أخرى. وقال الإمام ابن تيمية، وهذا الذي نختم به، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أبو بكر بن عياش أهل السنة الذين على مذهب السلف، يعني أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وذلك أن أهل البدعة شنئوا، يعني أبغضوا، شنئوا بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فأبترهم بقدر ذلك، يعني قطع الله ذكرهم. والذين أعلنوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام صار لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. فإنما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة، فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم. فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته، وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك، إلى غير ذلك من الفوائد. لكن الوقت انتهى الآن. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وجنبنا المعاصي والآثام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.